بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد العالي، مهندس برمجيات، ونكمل في دورة الأنجلار. درس اليوم سيتكلم على واجهة الدخول باستعمال توكن جي دبليو تي. بعدما عملنا درس على كونكتيفيت كارد، سنتطرق أيضا إلى هذا الموضوع في هذا الدرس اللي هو جي دبليو تي مع واجهة الدخول. نتكلم أيضا بسرعة على اللوكال ستوريج، لكن سيكون له درس مقارنة بين اللوكال ستوريج والسيسين ستوريج في درس قادم إن شاء الله. ونتكلم عن المكون المستعمل للتعامل مع جي دبليو بي تي في بالأنجلار، وهو أوت زيرو. إذا هذا الكود السورس الذي شرحناه في درس سابق، وقلنا أنه لا يوجد شيء كبير، فقط client edit و client view هو سيرفيس الذي يعطيني مجموعة الداتا للكليونت. اوكي، اذا هذه واجهة الباك اند كما تلاحظون، شرحتها في الدرس السابق، والسورس موجود هنا ومنفذ وهو بالدوت نت كور. في درس الدوت نت كور، هناك درس على القناة شرحت فيه بالتفصيل هذا المشروع، كيفية إضافة جي دبليو بي تي في دوت نت كور، لأننا لابد أن نضيف جي دبليو بي تي في الباك اند وأيضا في الفرونت اند، ليس فقط في مكان واحد لكن في الاثنين. إذا بعدما ضفنا هذا المشروع هنا، عندي ميثود اسمها get token by login، أين سنمرر user password. لو ذهبنا إلى هذا الموديول، الموديل اللي هو ايميل باسورد، بعدما نرسل لوجين باسورد نتصل مع قاعدة البيانات لنبحث على هذا اليوزر وهذا الباسورد. اكيد يعني نعمل شفرة، يعني تشفير للباسورد على مستوى قاعدة البيانات، لن نرسل الداتا هكذا، واضحة. ثم نتصل مع قاعدة البيانات ونتأكد هل هو موجود ام لا. لنفرض ان هذه الرجل خاصة بقاعدة البيانات، سنقوم بالتشيك اذا كان هذا الباسورد المرسل يساوي إلى هذا والإيميل يساوي إلى هذا، إذن أعطيني الاي دي الخاص بهما. أوكي، إذا كان هناك اي دي سيرجع لي أوبجكت في الأخير يعطيني الاي دي لهذا اليوزر الذي أرسلت له اللوجين أو الميل والباسورد، سيعطيني الاي دي الخاص به، ويرجع لي التوكن الذي أنشأته من هنا بواسطة جي دبليو بي تي في الدوت نت كور. انتهى الأمر. إذا عندي Object في Result Object يحتوي على ID و Token هنا في منطقة الباكاند، وهذا ما سنضيفه. إذا سنضيف واجهة Component جديد اسمه Login مثلا، هذا أول شيء سنضيف Component نسميه Login. نذهب إلى الـHTML ونضيف كل ما تعلمناه في دروس الأنجلار من صناعة فورمولر في هذه الدروس. دروس موجودة على القناة، شرحنا كيف نعمل فورمولر هكذا، Template Form و Reactive Form، وقلنا أن هناك أيضا Model Binding Template Form الغير مشهور والغير مستعمل تقريبا، لكن أنا أحبه لأنه يستعمل MVVM. Validate form in Angular وبطريقة بثلاث طرق لكل هذو الفورم 1 وفورم 2 وفورم 3. عملنا validate form. في validate form شرحنا كيف نعمل الvalidation. إذا سأعمل نسخ ولصق لهذه الدروس، يعني هذا الكود الموجود. إذا أنا حضرت الكود لأسرع الHTML. اوكي، اذا ماذا نريد ان نعرض؟ نريد ان نعرض لابل لادخال ايميل، ثم لابل اخرى لادخال باسورد. اوكي، كل هذا لابد ان يكون انبوت هنا، وهذا الانبوت باسورد، ويعرض كلمه انتر باسورد، وهو من نوع ng model،
ونعطي name ونعطي class ونعمل binding مع client. لك أكيد عندي object, object اسمه client, عنده password اللي هو model view. وأيضا نفس الشيء بالإيميل. إذا عندي الباترن اللي هي expression regular للتأكد من هذا الميل أنه مكتوب بطريقة صحيحة. أعطيته ng model, قلت له أعرض اللون الأحمر إذا كان يعني الميل غير صحيح إلى آخر. كل هذا شرحناه في دروس سابقة. الآن سأضيف فقط زر في الأخير للاتصال أو login, نسميه login وهو من نوع submit. أوكي, ويكون ديزاكتيفي وشرحنا ذلك أيضا في الدروس السابقة. إذا كان الفورمولار غير valid, ليس valid, إذا سيكون مخفي الزر, يظهر فقط إذا كان كل الشروط التي طرحتها هنا جيدة. الآن سأكتب أضيف فقط بوستراب في شكل جيد لكي يعطيني واجهة جميلة. أوكي, إذا لا ننسى أن الفورم, هذا الفورمولار يعمل لي on submit, سيعمل on sign up. والآن نذهب إلى السورس ونضيف binding. إذا في السورس أفتح السورس. أوكي, إذا عندي ميثود سين اب. التي ربطتها مع زر submit. أوكي, إذا عندي خاصيات مربوطة بكليونت. لابد من أن أنشئ أو أعرف object اسمه كليونت من نوع موديل موجود, يعني كلاس موديل موجودة وهي كليونت ديتيو. لو ذهبنا إلى كليونت نضيف الإمبورت. إذا هذا هو الموديل. عندي first name, last name, email, password إلى آخره. يعني حقيقة نزعت الباسورد من هنا, ما عاد موجود هنا. أوكي, ما في مشكلة, سنترك هذا. سميناه, أنا صح في نفس الوقت سميه login DTU. إيميل والباسورد سننقلهم من هنا ونضيفهم إلى موديل جديد. نرجع إلى السورس. جيد, ننشئ بوليان. هذا البوليان سيعرض رسالة, هذه الرسالة تظهر باللون الأحمر إذا ما كان الباسورد خطأ, يعني يوجد خطأ في الفورمولا. إذا أضفت هذا اللابل هنا وقلت له if, إذا كان هناك خطأ أعرض هذه الرسالة خطأ التي تقول أنه اليوزر نيم والباسورد invalid. نرجع إلى السورس, كل شيء تمام. نضيف initialization سواء كان في init أو هنا في الكونستركتور, ونضيف سيرفيس. إذن السيرفيس الذي نحتاجه هو لوجين سيرفيس. سنضيف هنا سيرفيس خاص باللوجين, ونحتاج الروت. لماذا؟ لأننا نريد أن نرجع إلى صفحة إذا ما كان هناك خطأ,
سنرجع إذا كان هناك الباسورد صحيح، سنذهب إلى صفحة الموالية. أوكي، إذا هنا سنقول له عند الضغط على الزر. إذا كان is invalid login is not، إذا كان valid يعني login، اذهب إلى البروفايل ورقم الاي دي. أوكي، هذا الاي دي سنحسبه، يعني سيأتي من سيرفيس. إذا سننشئ ميثود في سيرفيس، هذه الميثود اسمها get token by login. إذا سأمرن له اليوزر والباسورد المكونين في هذا الأوبجكت كليونت اللي هو عبارة عن login DTO login client login DTO. سنرسله كبارامتر هنا، سيذهب إلى الباك اند عن طريق سيرفيس. إذا لابد هذه الميثود سنضيفها في الكلاس سيرفيس. بعدما نضيفها سيأتي بالاي دي، الاي دي إذا كان متصل كما لاحظنا في الباك اند هنا له، إذا كان الأمور تسري بما يرام أعطيني الاي دي، أرجع لي الاي دي. إذا كان اي دي موجود سأنتقل إلى الصفحة الموالية بالاي دي، إذا كان خطأ فلا أعمل شيء، فقط هذا ستكون عبارة عن false وتعرض هنا رسالة خطأ اللي هي is invalid login. إذا هنا ستكون true، يعني is invalid login. لابد الآن من إنشاء هذا السيرفيس، هو الذي سيقوم بالاتصال مع الباكن. أوكي، الكود واضح، يعني إذا كان الاي دي يرجع لي اي دي يساوي إلى الصفر، إذا لا يوجد اي دي، فقل انه انفاليد. اما اذا كان اكبر من صفر، يعني اعمل اكبر من صفر او نغير هنا، لكن هكذا فقط. اوكي، الان نذهب الى سيرفيس ونضيف خدمه اسمها لوجين. اوكي، هذه الخدمه ساحضر الكود لاسرع. إذا هذه الخدمة فيها ميثود كما سميناها login service، ونضيف ميثود جديدة اسمها get token by login. إذا هذا ال get token by login سأمر له object من نوع login token، ستكون result هي observable نمبر. اوكي، ثم سنقوم بالاتصال بالباك اند. اذا عن طريق ال HTTP POST نضيف في الكونستركتور الامور التي نحتاجها. نحتاج الى HTTP client لاننا سنتصل مع الباك اند، ونحتاج الروت لاننا سنعمل redirection، ثم إذا كانت الأمور تسير بما يجب سنأخذ التوكن، وإذا كان هناك خطأ سنعرض رسالة خطأ. تمام، لم يبقى إلا الاي دي أيضا، نستخرج الاي دي أيضا بنفس الطريقة. إذا عندما يعطيني هذا الريزلت الذي أتحصل عليه من شكل، لو ذهبنا إلى هنا، هذه الكلاس اسمها كليانت سيسيون، نستطيع إضافة موديل آخر اسمه كليانت سيسيون في على مستوى الأنجلار لاسترجاع هذه الداتا، لكن أنا عملت أني فقط ثم استرجعت المتغيرين. أوكي، الآن ماذا سأعمل؟ سأسجل هذا التوكن في مكان ما أحتاجه. إذا سيكون التوكن مسجل على الكليونت، لذلك سيكون درس على لوكال ستوريج. إذا مثل الكوكي
في السابق. هنا سأعمل كوبي. إذن سيكون local storage عن طريق الخاصية set item. إذن سنضيف لها key اسمه JWT والتوكن هذا الذي حصلت عليه من الباكن. سأخزنه في مكان ما على اللوكال. سأشرح ذلك في درس قادم إن شاء الله عن طريق local storage و session storage. أوكي. ثم سأرجع الID في الريتيرن. الريتيرن تكلمنا قلنا أن هناك مشكل مع الأوبسرفابل، لذلك لابد أن أمر عن طريق subject. أنشأت subject هنا وأمر له عن طريق next. إذا كان الأمور تشتغل بنجاح سيعطيني ID، وإلا سيعطيني صفر كريتيرن. وإذا كانت هناك خطأ أيضا سأحذف هذا الكوكي، هذا سأسميه كوكي اللوكال ستوريج، سأحذفه. إذا كانت الأمور تمام سيخزن هذا التوكن في ستوريج، وإذا كان خطأ سيحذفه ويعرض رسالة ويرجع لي صفر في الاي دي. أما هنا سيعطيني الاي دي الذي استخرجه من الباكت. أوكي. سأضيف هذا في NGRX أو RxJS URL. سنضيف المتغيرة هنا. إذن هنا أنشأنا الخدمة. لم يبقى شيء. سأعمل سيف. كل شيء تمام. هنا لم نحتاج إلى الروت، سأحذفه سنضيفه عندما نحتاجه. ريتيرن تنقص ريتيرن. في الأخير سأرجع هذا السبجكت. أوكي. إذن ماذا المشكل؟ implementation service. سأضيف الامبورت وكل شيء تمام. إذن انتهينا من إضافة كل هذه الإعدادات. الآن سنجرب. نسينا شيء مهم هو إضافة في الروت هنا المسارات اللازمة. إذن نحتاج إلى إذن صفحة اللوجين التي تأتي من لوجين كومبوننت. وأيضا إذا لم يعطيني سيذهب إلى اللوجين مباشرة. أوكي. فنجرب الآن. هناك خطأ. ماذا سميته؟ لوجين. حتى يعني هكذا من المفروض يعطيني صفحة. نعم نسيت فقط أن أعمل سيف. أعمل سيف هنا لوجين لأنه يأخذ اللوجين القديمة. وكما تلاحظون عندي إذن واجهة فيها الإيميل والباسورد كما تلاحظون. لو كتبنا هكذا نفس أو إيميل خاطئ سيعطيني رسالة خطأ. أوكي. فيقول لي unauthorized. أما إذا عملت الكود الصحيح سيذهب إلى الباكند ويحضر لي الداتا وعمل لي redirection. أوكي. ما تلاحظون هنا source. هذا قلت له في الباكند إذا كان 1 2 3 4 5 6 والميل بهذا الشكل قل أنه صحيح. أوكي. سنرجع. إذن مع مدباس خاطئ سيعطيني هذه الرسالة. أما إذا كان صحيح فسيمر إلى الصفحة الموالية.
الآن من المفروض عندما أريد الاتصال مباشرة بالصفحة، يعني سأرجع إلى الواجهة، عندما لا أكتب المطباس، يعني لا أكتب الصفحة، يعني الدخول، لا أمر إلى صفحة الدخول، أمر مباشرة إلى هذه الصفحة، سيبحث عن المكونات ويعطيني كل شيء. لكن من المفروض عندما أعمل هكذا سيرجعني إلى الصفحة الرئيسية، يعني مهما يكون، يعني عندما أغير بدون authentication، يعني بدون عملية دخول، إذا أردت أن أغير في اليورال هكذا للوصول المباشر إلى الصفحة، من المفروض لا يعطيني الصفحة بل يرجعني إلى صفحة الدخول ما دمت غير مدخل، لم أمرر اللوجين باسورد. وأيضا إذا كان التوكن انتهت صلاحيته، من المفروض عند أعمل ريفرش لهذه الصفحة وانتهت صلاحية هذا التوكن، من المفروض أيضا يرجعني إلى صفحة اللوجن. سنتعرف على ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.